رغم الظروف العالمية الصعبة لتغير المناخ وعدم توفر السلع الاستراتيجية في كتير من دول العالم المتقدم، لكن الحقيقة الدولة المصرية بتبذل جهود كبيرة وملموسة بخصوص توفر السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الأساسية في المجمعات، وما فيش مكان إلا ومنتشرة ومتواجدة فيه وبأسعار مخفضة. خلونا نشوف رسالة زميلي كريم رجب عن توفر هذه السلع ونرجع نكمل مرة تانية. مع اقتراب العام الدراسي الجديد يزداد الطلب على المستلزمات الدراسية وكذلك أيضا السلع الغذائية وغير الغذائية، لذا أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد. هذه المبادرة التي أيضا أطلقت بتوجهات من القيادة السياسية وهي امتداد لمنظومة الحماية الاجتماعية، لأن هذه المبادرة توفر السلع للمواطنين بأسعار لا تقبل المنافسة. الأسعار هنا عليها السلع هنا عليها تخفيضات قد تصل إلى 60%، وأيضا المعارضات هنا من السلع بكميات كبيرة، وهذه السلع هي سلع متنوعة سواء أيضا كانت السلع الاستراتيجية وغيرها من السلع المختلفة. بالنسبة لأسعار السلع الاستراتيجية نحن نتحدث عن الدقيق يصل سعره إلى حوالي 12 جنيها، الزيت 25 جنيها، السكر 13 جنيها، بالإضافة أيضا إلى اللحوم المجمدة 60 جنيها، وكذلك اللحوم البلدي يصل سعرها إلى 120 جنيها للكيلو جرام. كل هذه السلع تتاح هنا للمواطنين بأسعار منخفضة وبأسعار لا تقبل المنافسة، بالإضافة أيضا إلى جميع المنافذ الخاصة بمبادرات كلنا واحد، يعني يوجد بها كميات ضخمة ووفيرة من هذه السلع المختلفة، وبالتالي يستطيع أي مواطن أن يحصل على ما يريد بكميات كبيرة إذا تطلب الأمر من هذه السلع. أيضا هذه المبادرة يعني تؤكد أن الدولة لديها بعض الأدوات التي من خلالها تستطيع أن تتحكم في الأسعار الخاصة بالسلع في الأسواق المختلفة، بالإضافة أيضا إلى محاربة الغلاء وأيضا الاحتكار بأكثر من وسيلة سواء من الرقابة على الأسواق وغير ذلك، أيضا من ضخ كميات كبيرة ومن هذه السلع في المنافذ المختلفة. أيضا هذه المبادرة يعني هي تجسيد للتعاون بين أجهزة الدولة والسلاسل وكبرى الشركات الكبرى التي يوجد بها كم كبير من السلع، بالإضافة أيضا إلى الجودة المرتفعة الخاصة بهذه السلع، وبالتالي يتحقق الهدف المراد من هذه المبادرة، وهو توفير سلع للمواطنين بكميات وفيرة وبأسعار منخفضة وبجودة مرتفعة. الفرع الذي أتواجد فيه الآن هو أحد المنافذ في منطقة مسترد بحي شرق شبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية، وهذه المنطقة هي منطقة مأهولة بالسكان، وبالتالي يوجد إقبال كبير من المواطنين على هذا المنفذ لشراء المستلزمات الدراسية وأيضا كذلك السلع المختلفة التي يحتاجها هؤلاء المواطنون في هذا التوقيت من كل عام. المبادرة يعني تفتح أو المنافذ التابعة للمبادرة تفتح أبوابها منذ الصباح وحتى منتصف الليل، بالإضافة أيضا إلى أن هذه المبادرة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري. كانت هذه التفاصيل الخاصة بمبادرة بالمرحلة 23 مبادرة كلنا واحد، والعودة إليكم مجددا في الاستوديو. شكرا طبعا للزميل كريم رجب.